بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تصحيح المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم أن قلنا إن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: فقه المواريث وحساب المواريث. أما فقه المواريث فمعناه معرفة أسباب الإرث وموانع الإرث وأنواع الإرث وأنواع الورثة وما يتعلق بذلك من الحجب والتعصيب، كل هذا يسمى حساب المواريث. كذلك معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله، معرفة أصحابها وشروط استحقاق كل فرض، كل هذا يسمى بفقه المواريث. أما القسم الثاني وهو حساب المواريث، ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها أن تعطي الورثة أنصباءهم، تعطي الورثة أنصباءهم من غير زيادة ولا نقص. هذا يسمى حساب المواريث. وهو ينبني على شيئين كما سبق: الشيء الأول تأصيل المسائل، وهو معرفة أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هذا يسمى بالتأصيل، كأن تقول مثلا أصل اثنين النصف، تقول مثلا النصف وما ضم إليه من اثنين، والربع وما ضم إليه من أربعة، والثمن وما ضم إليه من ثمانية. هذا إذا كان الفرض في المسألة واحدا، فرضا واحدا، تقول النصف وما بقي من اثنين، الربع وما بقي من أربعة، السدس وما بقي من ستة، الثمن وما بقي من ثمانية. هذه في حالة انفراد الفرض. أما إذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر، فإنك تنظر بين مخارجها، مخارج الفروض، بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات، هذا هو توحيد المقامات تماما. فتقول مثلا النصف والربع بينهما مداخلة، لأن النصف إذا كان الأصغر جزءا من الأكبر هي مداخلة، والنصف هنا مخرجه من اثنين والربع مخرجه من أربعة، فبين المخرجين مداخلة. تقول مثلا الثلث والثلثان بينهما مماثلة، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين
من ثلاثة، فمخرج الفرضين متساويا، فهذا ما يسمى بالمماثلة، تكتفي بأحدهما، وفي المداخلة تكتفي بالأكبر، تكتفي بمخرج الأكبر. الموافقة أن لا يكون بين العددين، لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالربع والسدس مثلا، الربع مخرجه من أربعة والسدس مخرجه من ستة، الستة والأربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة، لكن يتفقان بجزء من الأجزاء، فالستة لها نصف مثلا والأربعة لها نصف، تقول بينهما موافقة بالنصف مثلا، فتضرب أحد وفق، تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، تضرب الأربعة باثنين تكون ثمانية، أو تضرب تضرب الأربعة باثنين وفق، نعم تضرب عندنا سدس وربع، سدس وربع بينهما قلنا موافقة، تضرب الستة، ستة باثنين تطلع من 12، أو تضرب الأربعة في ثلاثة تطلع من 12، تضرب أحدهما، تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، فما بلغ فهو أصل المسألة. وكذلك إذا كان في المسألة ثلاثة فروض فاكثر، تنظر بين مخارجها إما بالمماثلة وإما بالمداخلة وإما بالموافقة. أما المباينة فمعناه أن لا يكون الأصغر جزءا من الأكبر، ولا مساويا له، ولا متوافقا معه في جزء من الأجزاء، فتقول العددان متباينان، فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، وما بلغ فمنه تصح. فمثلا لو كان عندك ثمن، لو كان عندك ثمن وثلث، الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة، والعددان متباينان، فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من 24، أو تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من 24، حكم واحد، تضرب أحدهما كامل أحدهما في كامل الآخر وما بلغ فهو أصل المسألة. وعلى هذا فتكون الأصول، تكون الأصول سبعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24، هذه كم؟ هذه سبعة أصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا. هناك أصلان مختلف فيهما، وهما أصل 18 وأصل 36، أصل 18 وأصل 36، وهذا أن في باب الجد والإخوة خاصة، فبناء على هذا تكون الأصول تسعة، سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. فكل مسألة فيها، كل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من 18، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من 36، وهذان إنما يكونان في باب الجد والإخوة خاصة. هذه الأصول. بعد ذلك، بعد ما تعرف التأصيل، تنظر في أصحاب، تنظر في أصحاب السهام،
فإن كانت منقسمة عليهم كلهم صحت من أصلها، إن كانت السهام منقسمة على أصحابها كلهم صحت المسألة من أصلها، وإن كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار، يحتاج إلى تصحيح. التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والانكسار وهو عدم انقسام السهام على أصحابها لا يخلو، إما أن يكون انكساراً على فريق واحد أو انكساراً على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وهذا منتهى نهاية الانكسار أن يكون على أربع فرق ولا يكون على أكثر من ذلك. فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بنسبتين هما الموافقة أو المباينة، هما الموافقة أو المباينة، فإن وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس أصحابي أخذت وفق الرؤوس وضربته في أصل المسألة وما بلغ فمنه تصح، وإن باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه أخذت كل رؤوس الفريق ضربته في أصل المسألة وما بلغ فمنه تصح، ثم من كان له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا فهو له وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم، لواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافق. أما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق هذا هو أصعب شيء، لأن لك نظرين حينئذ، النظر الأول بين السهام وبين أصحابها، والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، أما تحصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، فما بلغ فمنه تصح. تنظر أولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة أو المباينة، ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض بأربع نسب وهي المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، حاصل الضرب هو مصح المسألة. هذا هو حساب الفرائض باختصار، بقي التطبيق. نعم. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقهم لموافقة سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير كل واحد منهم مثلما كان لجماعتهم أو وفقه. نعم. من كانوا بهم وأنس وثلاثة إخوة أصلها من ستة، من زوج النصف ثلاثة، ويكون السدس سهم يبقى للإخوة سهمان لا ينقسم عليهم. زوج وأم وثلاثة إخوة، زوج وأم وثلاثة إخوة، هذه المسألة فيها نصف للزوج وفيها سدس للأم وفيها باقي للإخوة، عندنا نصف وسدس، نصف وسدس. نعم. مخرج النصف داخل في مخرج السدس، تقول المسألة أصلها من ستة، للأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، كم راح من المسألة؟ أربعة، راح من المسألة أربعة، بقي اثنان للإخوة رؤوسهم ثلاثة، اثنين لا ينقسم على ثلاثة مباين، فتضرب رؤوس الإخوة ثلاثة في أصل المسألة ستة، ثلاثة بستة ثمانية عشر، ومنها تصح.
للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأخوة من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم كم؟ وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم. مثاله زوجهم وثلاثة إخوة أصلها من ستة، نعم، للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس، وللأم السدس سهم. لماذا أخذت الأم السدس هنا؟ لعدم المانع، لعدم وجود الجمع من الإخوة وعدم الفرع الوارد. لوجود الجمع من الإخوة تأخذ الأم السدس هنا لوجود الجمع من الإخوة، وهم ثلاثة إخوة. الله جل وعلا يقول: وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهنا له جمع من الإخوة فلها السدس. أما الزوج فإنه يأخذ النصف لعدم المانع، وهو وجود الفرع الوارث، فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم. يبقى الإخوة سهما لا ينقسم عليهم ولا يوافق، فاضرب عددهم في أصل المسألة تكون 18 سهما، للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة سهما في ثلاثة ستة، لكل واحد سهمان، فما كان لجماعتهم صار لواحدهم. فإن كان الإخوة أربعة وافق سهامهم بالنصف. لو هلك هالك عن زوج وأم وأربعة إخوة، فكما سبق المسألة أصلها من ستة، لأن مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة، فتقول أصلها من ستة. للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، هذه أربعة، بقي اثنان تعصيب للإخوة ورؤوسهم أربعة، اثنان لا ينقسم على أربعة، لكن يوافقه بالنصف، لأن الاثنين لها نصف صحيح والأربعة لها نصف صحيح، فخذ وفق الرؤوس اثنان اضربها في ستة تطلع من 12. للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين ستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين اثنين، ولهم من أصلها اثنان في اثنين بأربعة، وهم أربعة لكل واحد واحد. نعم، وفق ما لجماعته. نعم. فإن كان الإخوة أربعة وافق سهامهم بالنصف فتضرب نصفهم وهو اثنان في المسألة تكون 12، وعند القسمة تضرب سهام كل واحد من ستة في اثنين، لأنه وفق عددهم وهو نصف السهم. مسألة: وإن انكسر على فريقين أو أكثر انتهى من الانكسار على فريق، انتقل إلى الانكسار على فريقين فأكثر. نعم. وإن انكسر على فريقين أو أكثر لم يكن من أربعة أقسام: المماثلة أو المداخلة أو المماثلة أو المباينة. فإن كان العددان متساويان هذه هي المماثلة، كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة، وإن كان العددان مختلفين ولكن الأصغر جزء من الأكبر، أو بعبارة أخرى يفني الأصغر الأكبر، بحيث إذا طرحته منه مرتين أو ثلاث انتهى، فهذا يسمى بالمداخلة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا يفنيه لو طرح منه، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالنصف والربع والسدس، فهذا يسمى بالموافقة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا موافقا له، فهذا يسمى بالمباينة، والمباينة معناها المخالفة، تقول فلان مباين لفلان، بمعنى أنه مخالف له تماما. نعم. هذه النسب الأربع.
علماء الحساب الحديث يسمونها توحيد المقامات بين الكسور. نعم. أحدها أن يكون متماثلين كثلاثة وثلاثة فينزلك ضرب أحدهما في المسألة. مثاله ثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب لولد الأم الثلث. إذا توفي عن ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لغير أم ففيها فرض واحد وهو الثلث، فيها ثلث وفيها باقي، فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاثة. الإخوة لأم لهم الثلث واحد، والإخوة لغير أم لهم الباقي اثنان. الإخوة لأم ثلاثة ونصيبهم واحد ما ينقسم، الإخوة لغير أم ثلاثة ونصيبهم اثنان ما ينقسم. فالسهام مباينة للرؤوس، فيها انكسار على فريقين. فننظر بين الثلاثة والثلاثة، رؤوس الإخوة ورؤوس رؤوس الإخوة لغير أم ورؤوس الإخوة لأم، نجدها متماثلة متساوية، نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به أصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، إخوة لأم لهم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد واحد. الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم. مثاله ثلاثة إخوة لأم وثلاثة لأب لولد الأم الثلث والثلث الباقي لولد الأب. نعم. والثلث الباقي لولد الأب. لإخوة الثلثان الباقيان. نعم. أصلها من ثلاثة وسهم على ثلاثة، وسهم على ثلاثة لا ينقسم، وسهمان على ثلاثة لا ينقسم ولا يوافق. نعم. فضرب أحد العددين في أصل المسألة تصير تسعة، لولد الأم ثلاثة وستة للإخوة لأب، ولو كان ولد الأب ستة وافقهم سهامه بالنصف. ولو كان ولد الأب ستة. نعم. لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أصل المسألة من ثلاثة، مخرج فرض الإخوة لأم، للإخوة لأم من أصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة، وللإخوة لأب الباقي اثنان وهم ستة، اثنان وهم ستة لا ينقسم. فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة بالنصف، فنثبت نصف رؤوس الإخوة لغير أم وهو ثلاثة مع رؤوس الإخوة لأم ثلاثة، بينهما مماثلة، والتصحيح كما سبق. نعم. هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس. نعم. ولو كان ولد الأب ستة وافقتهم سهامه بالنصف فيرجع عددهم إلى ثلاثة. نعم. وكان العمل فيها كما سبق. كما سبق، تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الأخوة لغير أم فتضربه في أصلها ثلاثة تسعة. نعم. القسم الثاني أن يكون العددان متناسبين، وهو أن ينسب أحدهما إلى الآخر بجزء من أجزائه كنصفه أو ثلثه. هذه المداخلة تسمى بالمناسبة، مناسبة والمداخلة بمعنى واحد، وضابطها أن يكون الأصغر جزءاً من الأكبر كربعه أو ثلثه أو سدسه. نعم. أو يفني الأصغر الأكبر إذا طرح منه مرتين أو ثلاث مرات. نعم. فيزيد ضرب الأكبر منهما في المسألة. إذا تداخلت السهام مع الرؤوس، أو تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض، تكتفي بالأكبر. نعم. مثاله جدتان وأربعة إخوة لأب. جدتان وأربعة إخوة لأب، فيها فرض واحد وهو السدس، وفيها الباقي، تقول ما أصلها من ستة مخرج السدس. للجدة لجدتين
الجدتين السدس واحد، والإخوة لأم لا والإخوة لغير أم لهم الباقي خمسة، لهم الباقي خمسة، عددهم كم؟ ست أربعة، عددهم أربعة وسهامهم خمسة. الجدات اثنتان وسهمهما واحد مباين، والإخوة لغير أم أربعة وسهامهم خمسة مباين، تثبت أربعة مع اثنين الرؤوس، رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة، تجد أن الأربعة داخلة، تجد أن الاثنين داخلة في الأربعة، لأن الاثنين جزء من الأربعة، نصف الأربعة، فتكتفي بالأكبر وهو أربعة، تضربه في أصل المسألة، أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للجدتين من أصلها واحد في أربعة بأربعة، ومثنتان لكل واحدة منهما اثنان، وللإخوة من أصلها خمسة في أربعة عشرين، وهم أربعة لكل واحد خمسة، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم. مثاله جدتان وأربعة إخوة لنفس، للجدتين السدس وللإخوة ما بقي أصلها من ستة، وعددهم لا يوافق سهامه، وعدد الجدات نصف عدد الإخوة، فاجتزئ بالأكثر وهو أربعة، تضربها في ستة تخرج أربعة وعشرين سهما، للجدات أربعة وللإخوة خمسة في أربعة وعشرين لكل واحد خمسة، وللإخوة خمسة في أربعة وعشرين في أربعة عشرين في أربعة عشرين تكون عشرين أو في عشرين مثلا لكل واحد خمسة. نعم، ما هي بأربعة وعشرين، أربعة تكون عشرين أو أربعة في عشرين. نعم. ولو كان عدد الإخوة عشرين لوافقت سهامهم بالأخماس. ولو كان الإخوة عدد الإخوة عشرين توافقت سهامهم بالأخماس. لو فرضنا هناك جدتان وعشرين أخ لغير أم، عشرين أخ لغير أم، وكما سبق المسألة من ستة، الجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر، وللإخوة الباقي خمسة وهم عشرون منكسر، لكن بين سهام الإخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس، لأن السهم له خمس صحيح والإخوة لهم خمس صحيح، فتأخذ خمس رؤوس الإخوة خمسة، خمس رؤوس الإخوة أربعة، خمس العشرين كم؟ أربعة، أربعة مع اثنين مداخلة، أربعة مع اثنين جدات مداخلة، فتضرب المسألة ستة في أربعة أربعة وعشرين، الجدتين من أصلها واحد في أربعة أربعة، وهن اثنتان لكل واحدة اثنان، وللأخوة من أصلها خمسة في أربعة بعشرين وهم عشرين لكل واحد واحد. نعم. ولو كان عدد الإخوة عشرين توافقت سهامهم بالأخماس فيرجع عددهم إلى أربعة، يدخل فيها عدد الجدات اثنان، فتضرب الأربعة في ستة تكون أربعة وعشرين. القسم الثالث أن يكون العددان متباينان، تضرب بعضها في بعض فما بلغ متباينان، يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، هذا معنى المتباينين، ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، فيكون العددان متباينين حينئذ، وإذا كان متباينين تضرب أحدهما في كامل الآخر. نعم. القسم الثالث أن يكون العددان متباينان، أن يكون العددان متباينين نعم، تضرب بعضها في بعض
فما بلغ أكثر في المسألة ويسمى جهد السهم. نعم. كتابه حب وثلاثة رفقة لحب وأربعة رفقة لأب أصلها من سهم. أم وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة لأب. المسألة من ستة، يعني فيها سدس وفيها ثلث، يعني سدس وثلث، ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس، فتكتفي بالأكبر. تقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، وهم ثلاثة، اثنان وهم ثلاثة مباين، وللإخوة الباقي وهو اثنان وهم أربعة مباين. تثبت الرؤوس ثلاثة وأربعة بينهما مباينة، تضرب ثلاثة في أربعة تصير اثنى عشر، وهي جزء السهم. اثنى عشر في أصل المسألة ستة، ستة باثنين اثنى عشر، ستة اثنين وسبعين، اثنين وسبعين، ومنها تصح. للجدات من أصلها واحد في 12 ب 12، وهن اثنتان لكل واحدة ستة. وللإخوة الإخوة لأم الثلث من أصلها اثنان في 12 24، وهم ثلاثة. نعم، وهم ثلاثة، الإخوة لأم ثلاثة، وسهامهم وصلت إلى 24، كل واحد ثمانية. الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في 12 24، وهم كم؟ وهم أربعة، لكل واحد ستة. نعم. للأم سهم ولولد الأم سهمان لا يوافقهم، ولولد الأب ثلاثة كذلك، فهما متباينان، فتضرب أحدهما في الآخر تكون اثنتي عشر، هذا جزء السهم. نعم. ثم في أصل المسألة ستة تكون اثنتين وسبعين، اثنين وسبعين تكون اثنين وسبعين. نعم. ثم كل واحد، ثم كل من له شيء من ستة مضروب في اثني عشر، فما بلغ فهو له. القسم الرابع ما بلغ فهو له، إن كان واحدا أخذه وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم. نعم. القسم الرابع أن يكون العددان متفقين بنصف أو ثلث أو ربع، هذا ما يسمى بالموافقة. نعم. فيجزئك ضرب وفق أحدهما في الآخر كما بلغ ضربته في المسألة، كانوا أربع جدات وستة إخوة متفقان بالنصف. أربع جدات وستة إخوة لغير أم، الجدات لهن السدس، لهن السدس، والباقي للإخوة لغير أم. أصل المسألة من ستة، الجدات من أصلها السدس واحد، وهن أربع مباين، والباقي خمسة الإخوة لغير أم، ورؤوسهم كم؟ ستة. خمسة وستة مباين أيضا، تنظر بين الرؤوس، تنظر بين الرؤوس أربع وستة، تجد أن الأصغر ليس جزءاً من الأكبر، الأربعة ليست جزءاً من الستة، لكن بينهما موافقة بالنصف، بينهما موافقة بالنصف. نصف رؤوس الجدات اثنين في عدد رؤوس الإخوة ستة تصير 12، أو نصف رؤوس الإخوة ثلاثة في أربعة 12، هذا جزء السهم، تضريبه في أصل المسألة ستة، ستة في 12 72 كما سبق. للجدات من أصلها واحد في 12، 12 وهن أربع لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة من أصلها خمسة في 12، خمسة في 12 وخمسة 60، 60 وهم ستة لكل واحد 10، كل واحد 10. نعم. مثاله أربع جدات وستة إخوة يتفقان بالنصف، فيضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون اثني عشر، تضربها في المسألة
تكون 72، وإن كان الكسر على 3 أعداد كثمانية وعشرة واثني عشر فهذا يشمل الوجوه. وفي عمله طريقان، أحدهما أن تضرب وفق أحد العددين في جميع الآخر ثم ما بلغ وافقت بينه وبين الثالث. إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلك نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ويكون بنسبتين، الموافقة أو المباينة. النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، ويكون بأربع نسب، يكون بأربع نسب: المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة. أما حصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة. نعم. مثاله 6 جدات وتسع بنات وخمسة عشر عما. 6 جدات، هذا على فرض أن الجدات لا حصر لعددهن، لكن المذهب أنه لا يرث أكثر من 4، المذهب أنه لا يرث أكثر من 4، لكن على الرواية الثانية أنه لا حصر لعدد الجدات، وكل من أدلت بوارث فإنها ترث. يقول 6 جدات و 9 بنات 15 عم. عندنا الآن الجدات لهن السدس، والبنات لهن الثلثان، والأعمام لهم الباقي، تكون المسألة من 6. للجدات السدس 1 وهن 6 منكسر ومباين، للبنات الثلثان 4 وهن 9 منكسر ومباين، للأعمام الباقي وهو 1، الباقي 1 وهم 15. نعم 15 مباين، منكسر ومباين. خلصنا الآن من النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ننتقل إلى النظر الثاني بين الرؤوس. الرؤوس عندنا 6 و9 و15، 6 و9 و15. نجد أن بين 6 و9 موافقة بالنصف، موافقة بالثلث، موافقة بالثلث، ثلث 6 2، ثلث 9 3. فنضرب 2 في 9 تكون 18، 18 ننظر بينها وبين 15، بينها أيضا 19، بينها موافقة بأي شيء؟ بالثلث، ثلث 9 3، ثلث 9 3، في 15 60، 3 في 15
وأربعون، 13. نعم، 18 و15، 90. نعم، وهي جزء السهم، 90 وهي جزء السهم. نضربها في أصل المسألة 6 × 90، 360 أو لا، 6 × 90، 6 × 0، 6 × 9، 54، 540. ومنها تصح، ومنها تصح. فللجدات من أصلها واحد في جزء السهم كم؟ في جزء السهم 90، وهن 6. لكل واحدة كم؟ 15. وللبنات 3/4 في 90، 360 وهن 9، لكل واحدة 40. وللإخوة 1 من أصلها في 90 وهم 15، لكل واحد 6. نعم.